الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: والكاظمين الغيظ. وهذه الصفة جاءت في معرض حديث الله عز وجل عن أهل التقوى وعن أهل الإيمان الحقيقي. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون يا رب؟ الذين ينفقون في السراء. ولاحظوا أن الآية قالت ينفقون، ما قال، لم يقل أموالهم، ترك المفعول به حتى يدخل يعني في ساحة الخير كلها. تنفق شفاعة، مالا، كلمة طيبة، إلى آخره. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن هذا الخلق وهذا الداء الدوي والخلق الردي، وهو الغضب. وما من مشكلة في العالم على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأمم إلا وسببها الغضب. حتى قال الشاعر العربي: ولقد غضبت وطار أمري من يدي، والأمر يخرج من يدي الغضبان. فكم من بيوت خربت بسبب الغضب، وكم من امرأة طلقت بسبب الغضب، وكم من شراكة فسخت بين شريكين بسبب الغضب، وكم من علاقات اهترأت وتكسرت بسبب الغضب. فأصل الشرور هو هذا الغضب. فكيف لي حتى أملك إربي؟ كيف لي حتى أمسك هذا الغضب؟ كيف؟ ما هو السبيل؟ قالت العرب: الغضب يؤذي الجمال. ما هذا الكلام؟ ما أروعه من تعبير صادق. تحدث عن أي جمال، أي جمال يقفز في ذهنك يؤذيه الغضب. إن كان هناك رجل جميل من حيث أخلاقه يفسد جمال أخلاقه الغضب، وإن كانت هناك امرأة بارعة الجمال ذات جمال صارخ وبارع، إن غضبت ذهب ويعني صار جمالها ناقصا. حتى قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف إنسانا، وفي رواية: إذا أردت أن تعرف خلق إنسان، يعني أخلاق إنسان، فأغضبه ترى حقيقة جوهره. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع معظمكم أن رجلا بسيطا جاء إليه، قال: يا رسول الله، عظني وأوجز فأنا أنسى، يعني لا تعطيني كلاما كثيرا أنا أنسى. قال: عظني وأوجز فإني أنسى. قال: لا تغضب. لاحظوا أن أصل الشرور هو الغضب. وأنا أعرف من خلال تجربتي المتواضعة كم من علاقات اجتماعية خربت بسبب الغضب. حتى قال أحد العلماء: الغضب سبع، يعني أسد، إن فككته أطلقته بدأ بأكلك أنت أولا. فالإنسان ينبغي عليه أن يمسك غضبه. وجاء في الحديث: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. أرأيتم إلى العسل ما أطيبه، ما أروعه، ما أحلاه، تفسده قطرة واحدة من الصبر.
الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. طيب بعد هذا كله كيف لي أن أصل إلى الحلم؟ كيف لي أن لا أغضب؟ ما في إنسان لا يغضب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغضب انفعال إنساني، هيجان في الإنسان، هذه طبيعة بشرية. لكن متى تغضب؟ ولماذا تغضب؟ وما هو حجم غضبك؟ هذه أسئلة هامة جدا. العرب تقول الناس أقسام: سريع الغضب، إنسان لا أتفه الأسباب يغضب، لكنه طيب سريع الفيء، يرضى بسرعة، هذا طيب. وكثير من الرجال، لا أقول يعني حتى لا أتهم بالذكورية، والنساء إذا كان الرجل غضوبا عصبيا، كلمة واحدة ينسى، تمضي دقيقة دقيقتان خمس إلى آخره، طيب ينسى، هذا سريع الغضب، هذه مشكلة طبعا، سريع الفيء هذه منقبة. ثم هناك رجل أو إنسان، إن كان امرأة أو رجلا، سريع الغضب بطيء الفيء، لا يرضى بسرعة، وهذا حقود ومشكلة كبيرة. ويعطيك أدلة ويحشد أن المياه ترجع إلى مجاريها لكنها لن تكون صالحة للشرب، ويحشد الأدلة حتى يبرر حقده. فقالوا: أي خير يرجى لمن نامت على الغل أضلاعه وأركانه؟ حدثتكم أكثر من مرة أن يعني رجلا يريد أن يذهب إلى العمرة حتى يدعو على زوجه، أو امرأة جاءت عند أولاد مع زوجها قالت: قال عن أمي في يوم الخطبة كذا كذا، وسجلت هذا كلام في دفتر قبل أن يكون هناك آيباد وكذا. أنا لا أمزح، يعني هذه صور رأيتها في المجتمع من مسلمين. ثم تسألك هذه المرأة نفسها: متى يبدأ التهجد في رمضان؟ ما هذا الحقد؟ مؤمن وحاقد، مؤمن وفي قلبه غل، فالحقد يحرك هذا الغضب. أي مشكلة تقول له: أنت كذا كذا، أي مشكلة يقول لها: أنت كذا كذا، وتقوم المشكلات، ويطلق زوجه لأتفه الأسباب. حتى قال بعض العلماء أن المرأة إن أغضبت زوجها وقالت له: أنت لست رجلا إن لم تطلقني، بعض الفقهاء لا يقع هذا الطلاق، إن يعني استفزت وأرادت أن تثير حنقه، اتهمته برجولته وأنه غير رجل وأنه حتى يطلقها، قالوا هذا لأنه خرج عن كمال وتمام إدراكه بسبب الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق في إغلاق. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الرجال يصل إلى مرحلة من الغضب لا يعرف الشرق من الغرب، وبحكم عملي خادم لهذه الشريعة تردني أسئلة حول الطلاق وكذا، فيأتيني الرجل يقول: قال لي أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. قلت له: لا يطلق رجل امرأته وهو يشرب قدحا من القهوة، هذا كلام، طبعا أنت غضبان، لكن ما حجم الغضب؟ قال لي: أنا كنت شديد الغضب، وسمعت أن الشريعة تقول أن الإنسان الغضبان غضب شديد لا يقع طلاقه. قلت له: ماذا قلت؟ يقول: هو قال لزوجه: أنت طالق. قلت: أنت لست غضبان. قال لي: لماذا أنا غضبان؟ قلت: باعتبارك استخدمت ضمير المخاطب، قلت أنت، فأنت تحدد، أنت في وعيك. النبي قال: لا طلاق في إغلاق لمن غاب عن وعيه، لأنه يقول لك: أنا ما فعلت هذا، من كسر الزجاج؟ من حطم الصحون؟ من فعل هذا؟ يقول: أنا فعلا لست في إذا هذا، إذا كان صادقا، والأصل أن يكون صادقا، لأن هذه مسألة تتعلق بالأعراض وبالأنساب. يقول: لا طلاق في إغلاق. إذن الغضب دمر العلاقة الزوجية. إذن هو سبع إن فككته بدأ بأكلك. كيف لي أن أتطامن وأن أدرب نفسي على الحلم؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير، قال: إنما العلم بالتعلم. هل وجدتم إنسانا ولد متعلما؟ لا، ما في إنسان. أي فن من الفنون، تجارة، طبا، هندسة، وعظا، أي شيء لابد من التعلم. وإنما الحلم بالتحلم، بالتدريب على الحلم. أول شيء قال العلماء: حتى تكون حليما أن تثق بثواب الله لأهل الحلم، أن تثق بموعود الله لأهل يعني الأنات. كيف؟ قال: عندما أسمع قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنا أثق بموعود الله. إذا وعدك إنسان ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعدك بشيء تقول فلان وعدني وكذا وتفتخر وتوثق هذا الوعد، إذا كانت هذه أحوالك مع وعد من مخلوق قد يتخلف، قد يموت هذا المخلوق، فكيف بوعد الله الذي قال الله عز وجل وعد الله، هناك آية حقا وفي آية وعد الله لا يخلف الله وعده، وهناك آية إن الله لا يخلف الميعاد وفي آية إنه لا يخلف الميعاد، كلها آيات قال العلماء لزوال الدنيا والسماوات والأرض أهون عند الله من أن يتخلف وعده، فوعدك بأنك إن كظمت غيظك كان الخير لك، إن كظمت الغيظ كان هذا سببا لنجاحك. كم من رجل غاضب زوجه في البيت لسبب، ما في إنسان ما يغضب، حتى لا يعرى، احفظوا هذه القاعدة، لا يعرى بيت من مشكلة، حتى بيت النبوة صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، لكن غضب عن غضب يختلف. إذا وجدت نفسك مغاضبا ووجدت نفسك لا تملك نفسك ممكن أن تخرج. قال العلماء أولا أن تثق بموعود الله والكاظمين الغيظ، ثانيا أن تتوضأ إذا كنت يعني غير متوضئ، تقول لي الإنسان في مرحلة الغضب الآن سيتذكر أنه يتوضأ، أخرج أخرج من البيت، إذا كنت في بيت وزوجك تريد عمدا أن تثير غضبك تقول لك أنت كذا، ما زالت حتى تخرج منك كلمة غير منضبطة، أخرج أخرج. وهذا في سيرة سيدنا رسول الله كثير صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي غضب زوجه سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعليها سلام الله ورضوانه، غاضبها سيدنا علي من أجل خادمة كما في الصحيحين، سيدنا علي خرج من البيت إلى أين ذهب رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله، إلى أين ذهب؟ إلى المسجد، اترك البيت اذهب إلى المسجد، اذهب إلى رفاق الخير، توضأ صلي كذا، لا تجلس في البيت لأن هناك بيوتا خربت بسبب الغضب. وقد تقول لي إذا إن تركت هذه المرأة ستتمادى، الأصل أن الوعاء الكبير يسع الصغير، والأصل أن البحر لا تكدره الدلاء، البحر مهما رمينا به من أشياء غير كريمة وأنتم كرامة لا يتأثر بأنه بحر لا تكدره الدلاء، كن أنت بحرا لا تكدرك الدلاء، واعلم أن هذه المرأة امرأة يصيبها ما يصيب المرأة من تغيرات وتبدلات هرمونية في الشهر، من حيث مزاجها قبل أن يأتيها العذر الشرعي قد تصبح غضوبة، قد تتأثر بسبب البيت الأولاد كذا، كن أنت الطبيب ولا تكن قاضيا، أخرج من البيت. إذن أولا أن تثق بموعود الله، ثانيا أن يعني تصاحب أهل الحلم، إذا جلست مع أهل الأنات أهل الفضل أهل اللطف ستتأثر، الإنسان منجذب إلى شبيهه شاء أم أبى، إن جالس إنسان أناسا من أهل الفضيلة لابد وأن تنتقل أو ينتقل شيء من أحوالهم إليه لابد، وإن كانوا وأنتم كرامة من الضفة الأخرى، إن كان مع جماعة وأنتم كرامة الكلام البذيء أتفه الأسباب يلعبون الورق سب الدين كلام بذيء كلام بالأعراض، ما هذا نحن نمزح مزاح، ما هذا السخف؟ قالت العرب ما سمي المزاح مزاحا إلا لأنه يزحزح عن جادة الحق والحقيقة، تمزح ليس هناك كفر، تمزح ليس هناك فحش، تمزح ليس هناك بذاء، غضب إذن ينبغي أن تصاحب أهل الأنات. أما إذا صاحب أهل الغضب وأهل الفحش يقول طلقها، أذكر من الصور القبيحة التي لا أنساها والكلمة ما زالت صداها في أذني، امرأة والعياذ بالله تقول لصديقتها، امرأة متزوجة صديقتها متزوجة وعندها أولاد يعني أسرة كريمة، تقول اختلفت مع زوجها لسبب ما قطع النظر ما هو السبب، يعني لا يعنينا السبب، تقول لها بالحرف
ما عندك أوبشن غيره، يعني تحرض زوج المرأة صديقتها على أن يعني تنشئ علاقة مع رجل آخر. لا يربي الرجل إلا الرجل، كيف الرجال يقولون لا يربي المرأة إلا المرأة؟ تقول هذه ثقافة موجودة في مجتمعنا أيها الإخوة. أنا لا أقول رجما بالغين، لماذا؟ الدين ما في دين، بسبب الغضب تقول سوف أفعل به كذا كما كذا. لا لا، الإسلام إذا عيل صبر أحد الزوجين شرع علاجا يا كرام اسمه الطلاق، هذا علاج ليس مشكلة. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ليس حديثا صحيحا. هناك سورة كاملة في القرآن في آخر الجزء 28 اسمها سورة الطلاق. رسول الله صلى الله على معلم الناس الخير طلق، لأن الطلاق علاج. إذا كان الرجل غير كريم، وإذا كان الرجل غضوبا ويضرب ويهين واوا، ليس مطلوبا أن تكون شهيدة المرأة. ما ينبغي أن تكون بين سندان المجتمع حتى لا يعيرها كونها مطلقة، وبين مطرقة الزوج الذي لا يخاف الله ويستثمر هذه الثقافة المجتمعية. وليس مطلوبا من الرجل أن يتحمل إساءة إذا كان هناك والعياذ بالله يعني أشياء غير منضبطة. إذا عيل صبر أحدهما بدأنا بمعروف وانتهينا بإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. والله قال عن الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن السبب الغضب. الغضب بعض النساء أيها الإخوة صدقا يعني دائما تقول لزوجي على أي خلاف يعني أي مسألة طلقني. فقال سيدنا رسول الله عن هذه النوعية قال أيما امرأة، حتى نفهم سياق الحديث، الناس تروي الحديث ويقول الدين ذكوري، افهم سبب النزول، افهم سبب سياق دلالة ثم تحدث. امرأة بدون سبب بدون هكذا أي شيء تقول لزوجها طلقني. فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس، ما في مشكلة، يعني ليست هناك مشكلة ذات بال، فحرام عليها رائحة الجنة. ماذا يقول لك؟ هذا خطاب ذكوري. المرأة يا أخي، هذه المرأة هي تريد أن تخرب بيتها لأنها لا تعرف عواقب الطلاق. والرجل أيضا الذي لا يتقي الله عز وجل أي كلمة يأكل عليه الطلاق وعليه الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من يحلف بالطلاق، والطلاق يمين السفهاء، كمن يحلف وأنتم كرامة بعورة أهله. هذا ما ينبغي. الإنسان ينبغي أن يضبط نفسه. إذن أولا أن تثق بموعود الله لأهل الحلم، ثانيا أن تصاحب أهل الحلم، لأن العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم. ثالثا قالوا أن تقرأ سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة عظيمة. وهنا أريد أن أقف قليلا. بعض الناس تقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة إذا رأيت إنسانا غضوبا قل له اخزي إبليس. لماذا؟ لأنه قد تخرج من فمه كلمات فيها جرأة على الله، وأنت تقول له مثلا اذكر الله، ممكن والعياذ بالله أن يسب الله. فقل له اخزي إبليس، فإن سب إبليس لا مشكلة. هنا إذا رأيت إنسان غضوب ذكره بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لما نقرأ، مرة قال لي أحد الناس، قال لي أين أنا من رسول الله؟ يا أخي هذا النبي، وين أنا من النبي؟ هذا كلام لا يجوز. ليه؟ لأن لماذا يعظ الوعاظ؟ لماذا يتكلم الخطيب؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تصلي؟ لماذا؟ لأننا نريد أن نقتدي برسول الله. ليس الفكرة أن نمضي 20 دقيقة 10 دقائق أكثر أقل من أجل قصة. لو أردتم أن تسمعوا قصصا هناك يعني قصاصون، هناك مجال للتسلية. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل أنا عندما أسمع أريد أن أقتدي. رسول الله بشر، ولا يكلفنا الله بشيء فوق طاقتنا. رسول الله يأتيه إنسان، وهذه ملاحظة، نحن الآن في أواخر شهر شعبان ومقبلون على شهر رمضان، شهر الخير والصدقات والزكاة وإلى آخره. فكل من يعمل في مجال العمل الخيري، بالمناسبة من عهد النبوة إلى يومنا هذا، لابد وأن يصيبه وأن ينال من الناس شيئا من الأذى. كيف؟ رسول الله مثلا يوزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل جلف قليل أدب يقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد.
صلى الله على سيدنا محمد. لاحظوا هذا الكلام، لو إنسان أنت تعطيه هدية، أنت تعطيه هدية زكاة صدقة بقطع نظر، فيقول لك هذا الكلام، ردة الفعل البشرية، لا أقول الإيمانية، البشرية ليست الإيمانية، يقول له هات، ممكن أن يعيدها وممكن أن يسيء إليه، يقول له قليل أدب وا 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 إلى آخره. رسول الله قال له إن لم أعدل فمن يعدل؟ طيب إذا أنا ما أعدلت مين يعدل؟ أعطيه وزده يا خالد. سيدنا خالد غضب من هذا الرجل، زده رجل معروف، قصته معروفة في السيرة، زيد السمين يسمى. هذا الإنسان كان من اليهود وقرأ أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، فوجدها كما قرأها في التوراة، بقي خلق واحد الحلم، فجاء إلى النبي أمام الناس صلى الله عليه وسلم وأخذ تلابيب سيدنا رسول الله من هنا وقال له يا قوم عبد المطلب أنتم قوم مطل، مطل يعني بلغتنا وأنتم كرامة يعني أنتم حرامية، يعني ما لم يتهم رسول الله فقط، اتهم أسرته وعائلته وقبيلته، قال أنتم قوم مطل. الصحابة قاموا، قال حتى أثر هذه الجذبة في رقبة رسول الله. نحن نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتكلم عن إنسان عادي. الآن إذا واحد عنده شوية أموال يجمع حوله حرس وحركات وكذا وسلم على فلان من بعيد وكذا، هذا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد يقول له أنتم قوم مطل. فلماذا؟ قال له أنت أخذت مني، أنا أقرضتكما. قال هل حان وقت السداد؟ لا. فقال سيدنا محمد لسيدنا عمر، سيدنا عمر أراد أن يقتله، قال أعطيه حقه وزده على ما روعته، يعني أعطيه فوق حقه كذا. قال لما روعته؟ خوفته. شو الأخلاق؟ أخلاق. إذن الذي يتصدى للعمل الخيري يمكن أن يناله ما ينال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا مثلا أعطيت، الله عز وجل جعلك سبب أن تساعد إنسان، في كل وقت يرسل إليك كذا كذا أعطيني ما، فأنت تتضايق ما تتحمل، لا تغضب. وأما السائل فلا تنهر، ما قال فلا تعطي لك أن تمنعه، تعطي غيره، لأنه قد يكون غير صادق، قد يكون جماعا للمال، قد يمنعه حق غيره هناك أولى، فأنت لا تمنعه لكن بكلمة طيبة، مهما أراد أن يستثيرك من غضب لا ترد. أنا تعمدت أن أسوق هذا المثال لأننا نتعرض إليه خاصة في سبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أسأل الله أن يفرج عن العالم كله، فيعني الناس تحسن الظن بنا، فإذا تعرضت لبعض الثقلاء غير الصادقين إياك أن تغضب، ارعوي حتى نستفيد من الخطبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحلم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة في درس الجمعة حتى أفصل في مسألة كيف لنا أن نضبط انفعالاتنا وغضبنا. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك،
والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض، يا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من نزغ الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من نزغ الشيطان. أسكب الطمأنينة في قلوبنا، أبعد عنا الغضب وأهله برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وجدك الأعلى، واسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصرف عنا كيد الكائدين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين برحمتك يا رب العالمين. ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.